يلا شباب جاهزين؟ اليوم عندنا قصة. ثواني شوف من الباب. دكتور. ها حبيبي. ايش في؟ هاي المناظر. هاي المناظر. اسمع بس اسمع. هاي المناظر شيطان. بس اتثق فيك تظل يمك هاي المناظر. هاي حاول تتخلص من عيده. حاول تتخلص من عيده. تدخل اشرب ماي. حاول اشرب ماي. حاول. دكتور بك شيء؟ ما اعرف ولد يعني شكله غريب. قال لي هاي النظارات شيطانية. على كل حال خلينا نكمل التصوير وارجع اشوف فيلمها. شنو هاي؟ فيصل هاي النظارات تخترق الملابس. شنو؟ ارجع اشوفك مصلخ. ايش بيك تخبلت؟ شوف والله خلي اشوف. سداد كذب انزعك. ثانية اشو قوم؟ اشوف خلي اشوف. لا 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 بس دقيقة وقف. انا دور شيء يستر روحي. اي الدكتور طول عمره سالم. لك هاي صدق هاي شيء شباب اجى الدكتور. يلا شباب تاخرنا نروح على المول عندنا تصوير حلقه مال بريميلاك. مول شو اليوم ما عاجبني شوي السخافه زايده عندك دكتور. ايش معنى بريميلاك؟ هو يسألوني هذا السؤال ايش معنى بريميلاك؟ ماكو حليب اروع من حليب الام، اروع شيء بالحياه الرضاعه الطبيعيه، لكن مرات اذا الام مثلا لا سمح الله في حالات وفاتها ما عندها حليب الطبيب هو اللي قرر مثلا انت تاخذ كيماوي او مرض معين عندها يمنع الرضاعه الطبيعيه، البديل هو بريميلاك. تتذكرون بحلقات قبل صورناها قلنا الويت بروسيس العمليه. الويت بروسيس يعني انه المكونات مال حليب بريميلاك كلها تجي بشكل سائل بعدين يحولوها باودر، يعني مو ناس سائل وناس باودر مثل بعض انواع الحليب ويمزجوها، وقلنا تاثر على التجانس تذكرون؟ حتى الناس يعني كتبوا تجاربهم الحلوه مع حليب بريميلاك. ايضا الويت بروسيس مفيده بشنو؟ هي مكلفه على الشركه، لكن تنطي ثباتيه للطعم، يعني ما تحتاج تغش تضيف له سكريات عاليه لو يضيفوا له هاي الدهون اللي الطفل بتاثر على صحته حتى يحافظون على الطعم ويرغبون الطفل به ويربربوا ويسمن. فهو قريب لحليب الام ولونه اصفر وثباتيه في المواد الموجوده. تعرفون هاي من نفتحها العلبه والام ثلاث ايام تشرب بها الاطفال تتغير ثباتيه المواد. فالويت بروسيس هاي العمليه تحافظ على. ليش بدي اشرح لكم؟ نمشي نصور. مين جبتها؟ بس 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 هاي راح تفوت بس دقيقة بس بس دقيقة والبنان وهاي العينة مع هذا الرجال ايه مع مرته ايه بابتهم اتخبل لا 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 بس بس نشوف هاي الساكة شوف هاي شوف هاي لك هاي عائلتي. كل ما تقدم لهذا الكون من خير أو شر سيعود عليك. كل ما تبثه سوف يرجع لك لحياتك الروحية والنفسية والجسدية. لذلك كن مصدر للحب وللخير.
وملاحظه جانبيه واضحه الفكره من هذه الحلقه اكيد. طبعا هاي النظارات هي 3 دي مال موضه يعني مال افلام سينمائيه اتس اوكي يعني عاديه، لكن لو صنعت هاي النظارات في يوم من الايام يعني فعلا كان اكو نظارات تخطر الملابس وتخلينا نشوف الناس عرات، ففي هيك في حسبه بسيطه الدول الناميه واحنا منها يمكن العربيه وبعضها راح يمنعون النساء من الخروج من المنزل، اما في الدول المتقدمه راح يصنعون ملابس ما تخترق هالنظارات. العبره لمن اعتبر